حياكم الله، اللي يمسي عليكم من حلويات الأحمد. هذا المكان أول مرة أعمل له تغطية، موجود بسوق مياس. على فكرة يا جماعة، حلويات الأحمد لهم الآن أكثر من 30 سنة. شوفوا الأسعار وانتوا حكموا بنفسكم، محطم الأسعار. هذا موقعه أبداً ما يضيع، القطيف سوق مياس، هذا شارع الإمام علي كده، وانت جاي من البريد السعودي يصير حلويات الأحمد على يدك اليمين. طبعا حلويات الأحمد كان مفرق والآن تحول إلى جملة، ونازل بأسعار تحدي، وعروض العودة إلى المدارس راح تكون مرة قوية. أول عرضنا بشيبس راجع، هذا يا جماعة بكل مكان يبيعوه بكم؟ 10 ريال، 11 ريال، هنا بكم؟ ب3 ريال وربع. طيب التواريخ، تواريخ جديدة يا حبيبي، 11/5/2022. هذه شيبسات نايس والله، الأسعار يا جماعة مرة قوية، بكم؟ ب7 ريال و95. هلا مساء المارشميلو، وكم سعره هذا يا حبيبي؟ ب4 ريال ونص. عندكم الملون، عندكم الابيض، وعندكم الحبات الصغيره هذه. ما شاء الله عليك يا الاحمد، ونازل بقوه. الاوريو بكم؟ ب11 ريال و95. هلا الاوماي الياباني معروف يا جماعه، وبكم؟ ب19 ريال وربع. وهذا البرنجلز الكبير يا حبيبي، وجميع النكهات موجوده، وبكم؟ ب5 ريال، ولكل عميل 3 حبات. وهذا الفول السوداني، وبكم؟ 9 ريال و75. هلا والله محطمين الاسعار. هذا اللواكر، وهذا الأصفر والأزرق، وبكم؟ ب19 ريال و95. هلا لا قوي الأحمد. ألواح الكراميلا هذا مرة لذيذ يا جماعة، وبكم؟ 49 و75. هلا لا يحبون الريتز، وبكم؟ ب12 ريال ونص. حطموا الأسعار جماعة، داخلين بقوة. سنيكرز الحجم الكبير 34 ريال، وهذا البونتي ب34 و95. هلا لا السنيكرز حجم الوسط بكم؟ ب26 ريال. طبعا جميع الأسعار شاملة الضريبة. الشوكولاتات ولكل عميل 5 حبات، يلا ناخذ لنا 5 حبات، واحد بونتي، واحد سنيكرز، واحد مارس، واحد تويكس، واحد ليو. يا سلام على ريال يا حبيبي. هذا كريم الشوكولاته الاصلي الايطالي يا حبيبي ب24 ريال ونص، وهذا الكتكات ب27 و75. هلا لا هذا كيك نحول، طبعا بكل مكان انتم تعرفوا سعره كم، شوفوا بكم هنا، ب3 ريال و75. هلا لا العوده الى المدارس. كيك اليمامة وبكم؟ ب5 ريال. وهذا كيك ديمة ب7 ريال ونص. هذا الشربت، ناس سمونه شربت، ناس سمونه عصير حق التثليج بعد ما يحتاج هذا الكرتون، ب17 ريال. يا جماعة جماعة هالبرنجلز كامل الشدة هذه بكم؟ 12 حبة ب26 وربع. صدقوا يا جماعة، عاد كل الأشياء اللي عليها عروض كلها أحبها. شوفوا كيف هذا الأعواد اللي هو أولكر أعواد بكم؟ ب10 ريال ونص، كرتونة كاملة هذه ب10 ريال ونص. هذا الأولكر ساندوش ب9 ريال ونص. الريكو حبيب الملايين ب9 ريال و95. هلا لا جالكسي الريبل الكرتونة بكم؟ ب74 ريال. مكسرات باجة الفستق والمشكل بكم؟ ب21 و75. هلا لا من الأشياء اللي انشهر فيها الأحمد المكسرات، المكسرات حقهم يا جماعة فريش، وهذه الخلطة بكم؟ ب48 ريال كيلو. عندهم أصناف أخرى طبعا. هذه العروض راح يكون مدتها اسبوع الى تاريخ 3 سبتمبر او حتى نفاد الكميه. تابعوا سنابهم والانستغرام عشان تشوفون الجديد عندهم.